حول النتائج الأولية لتطبيق مدونة الأسرة للنائبين المحترمين أمينة أوشلح وعبد الرزاق مويسات عن الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد النواب المحترمين لطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب المحترمين، السيد الوزير، بعد سنتين من دخول مدونة الأسرة إلى حيز التطبيق، نريد بسؤالنا هذا الوقوف على نتائج هذا العمل التشريعي الذي نعتبره في الاتحاد الاشتراكي من أهم المنجزات التشريعية في بلادنا، ونتمنى أن تؤكدوا لنا السيد الوزير ما نشر في عدد من الجرائد الوطنية وخاصة ما تضمنته جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد 8187 الصادر يوم 2/6 مارس 2006 في مقال تحت عنوان التشريع يهذب السلوك، ما يفيد أن من نتائج هذا الإنجاز التشريعي انخفاض نسبة الطلاق في سنة 2005 من 44,000 حالة و 925 إلى 29,668، أي إنقاذ حوالي 15,524 أسرة من التشتت، علما بما يترتب عن هذه المأساة من مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية في مجتمعنا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ألا ترون أن هذه النتائج الإيجابية المحصلة في هذا المجال تدعو إلى مواصلة إصلاح الترسانات القانونية المتعلقة بالأسرة؟ شكرا. شكرا السيد نائب محترم، الكلمة للسيد الوزير المحترم فليتفضل مشكورا. شكرا السيد نائب المحترم، فعلا أزكي الأرقام التي أدليتم بها في سؤالكم، وهذا يشكل بالنسبة لنا يعني نتيجة إيجابية عندما شرع في تطبيق مدونة الأسرة التي تعتبر مكسب كبير ومفخرة لبلدنا، يعني تجاوز صداها المغرب. أقول بأنه فعلا نحن نتابع عن كثب نتائج تطبيق مدونة الأسرة من خلال أقسام قضاء الأسرة، وكانت فرصة بعد مرور سنتين أن وقع تنظيم، وهذا فقط للتذكير، تنظيم يوم دراسي بالاشتراك ما بين وزارة العدل وكل من لجنة العدل والتشريع بمجلسكم الموقر، وكذلك لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وكانت فرصة لتقديم حصيلة تطبيق مدة سنتين وتقييم تلك النتائج، وكذلك إبراز يعني مواطن الضعف ومواطن القوة في هذا التطبيق. وقد نشرنا عدة إحصائيات، يعني سواء تعلق الأمر بمسألة الزواج الذي وقع ارتفاعه بكيفية ملحوظة يعني بنسبة 3.48%، وكذلك انخفاض الطلاق بالنسب التي ذكرتموها، ثم كذلك يعني انخفاض فيما يخص طلاق الخلع الذي كان يشكل بالنسبة للمرأة نوعا من الحيف، بحيث كذلك وقع تقدم في هذا الصدد. ثم كذلك فيما يخص التعدد يعني وقع انخفاض كبير جدا، بحيث عدد، إذا اعتبرنا أن عدد الزواج الذي تم وصل 2544795، نجد بأن في التعدد لم يتعدى 800 حالة بالنسبة للمغرب ككل. فإذا هناك بالإضافة إلى هذا، وهو مسألة الاعتناء بالأطفال وخاصة ما يتعلق بالنفقة، هناك مجهود يعني يتعدى 80% بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة في بالنفقة، وكذلك بالنسبة للاستقرار العائلي، وبالنسبة كذلك لما يمكن أن تتعرض له المرأة من تعسف، وخاصة بإخراجها من مسكن الزوجية، هناك إجراءات تتخذها النيابة العامة عن طريق الاستعجال لإرجاعها إلى بيت الزوجية، بحيث هذه كلها أمور مشجعة وتدفع إلى
مزيد من التلاحم وسط الأسرة والعائلة وإلى الاستقرار وكذلك إلى المحافظة على أطفالنا الذين يعتبرون رجال المستقبل. شكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. كلمة لأحد النواب المحترمين فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب. السيد الوزير، بناء على هذه النتائج المسجعة لا يسعنا إلا أن نتمين ما تقومون به من مجهودات، وأيضا نتمين المبادرة التي قمتم بها للتواصل مع مجلس المستشارين ومجلس النواب وجمعيات من المجتمع المدني، ونحن لازلنا في حاجة إلى مثل هذه المبادرات. نحن نقدر أن هناك متطلبات ضاغطة للتطبيق ولإعمال المشروع قضائيا بشكل يترجم روحه. يقال إننا في حاجة إلى بنايات متخصصة في هذا المجال، ولكن أيضا نحن محتاجون إلى بنايات ذهنية ذات فضاءات واسعة تتسع لهذا التغيير الذي جعل بلادنا فعلا تسير في طريق الدمقراطة والتحديث، والتي تم أو وصل إشعاعها إلى خارج الوطن. وللمزيد من الفعالية أيضا نطلب منكم السيد الوزير أن تحرصوا على تطبيق القانون على مستوى التأهيل والفهم، وأيضا على مستوى سير العمل لدى المعنيين بتطبيق هذه المدونة من ملحقين قضائيين وأطر وكتاب ضبط وأعوان قضائيين ومساعدات اجتماعيات وغيرهم. فهناك العديد من النساء اللواتي لازلنا يشتكين من صعوبة وتعقيد المساطر ومن عرقلة تطبيق الأحكام، مما يتطلب ضمان فعالية مسطرة تطبيق الأحكام والقرارات الصادرة. سيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الوزير. شكرا. أشكركم سيد وزير العدل.